في المغرب وضع اجتماعي يطبعه الفقر والهشاشة وغلاء المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مما أثر سلبا على كل الخدمة الاجتماعية. ففي كل مرة تستيقظ شوارع المدن المغربية على وقع اعتصامات جديدة تمس قطاعات مختلفة. فبمدينة تاوانت قرر عمال التربية الموقوفون عن مزاولة مهامهم في قطاع التعليم الابتدائي مواصلة احتجاجهم وتحويل اعتصامهم إلى الإدارة المركزية للمؤسسة والدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا عما تشهده هذه المؤسسة من فساد وعشوائية وضعف التسيير. واعتصمنا على طرد تعسفي اللي هو طرد غير مبرر وغير مقبول، وانه كيتنافى مع مدونه الشغل. حنايا لحد الان الجامعه الوطنيه للتعليم وصلنا للباب المسدود مع المؤسسه المغربيه، وبالتالي ما خلتنا حتى شي اختيار من غير انه يتفتح هذا المعتصم ونبقاو معتصمين ونسطروا برنامج نضالي مركزي وطني غيشمل جميع الوحدات ديال التعليم الاولي اللي كاينه في المغرب اللي كتدبرها المؤسسه المغربيه. إضراب شامل ولمدة أسبوعين كاملين يخوضه المحامون بدورهم في المغرب في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في وجه حكومة المخزن التي تتجاهل مطالبهم العديدة، من بينها تحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة بشكل عام. وفي وقت تتعالى فيه أصوات الشارع المغربي تنديدا بالأوضاع السائدة، صدحت حناجر مئات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الرباط للمطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوانا همجيا على لبنان، ليكون سكان مدينة وجدة هم أيضا على موعد مع مسيرة شعبية أخرى بعد مرور سنة من طوفان الأقصى. نؤكد على موقف الصارخ يعني الشديد للشعب المغربي الذي يرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فالمغاربة بصوت واحد يرفضون التطبيع ويدعون من جديد السلطة المغربية إلى قطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعلن ونجدد تضامن ونجدد إلغاء معاهدة التطبيع اللي نعتبره معاهدة، ونستنكر كذلك صمت المجتمع الدولي وتواطؤه ومع هذه الجرائم، وخاصة تباطؤ المؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية. إلا أن قوات الأمن المغربية فاجأت المتظاهرين باستعمال القوة والتدخل العنيف لتفريقهم وإسكات صوت الحق.